هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس، كل سلامة أي عظم، واختلف ما هو العظم المراد، ولكن الآدمي في جسده أكثر من عظم. قوله من الناس عليه صدقة، قوله عليه مر معنا قبل قليل قاعدة، وهو أن على تدل على الوجوب على قوله، وعلى ذلك فإن هذا الحديث يدل على الوجوب، وهذا الذي نص عليه بعض أهل العلم. ولذلك فإننا نقول إن المؤمن تجب، أن المؤمن يفعل نوعين من الصدقات، صدقة واجبة يجب الإتيان بها في كل يوم وليلة، وهو أداء ما أوجب الله عز وجل عليه من الفرائض، والانكفاف عما حرم الله عز وجل، فهذا يجب وهو الصدقة الواجبة، وما زاد عن ذلك فإنه يكون من باب الصدقة المندوبة. ولذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، هذا من باب التمثيل لا من باب الحصر، إذ الصدقات الواجبة الإتيان بالواجبات. ووجوب الصدقة على كل سلامة من الآدمي قيل إنها من باب حمد الله عز وجل وشكر نعمته عليك بالصحة والعافية، فتكون من باب الشكر، اعملوا آل داود شكرا، فلا بد من الشكر لنعمة الله. وقيل إنها، والقول الأول هو الذي عليه أكثر السلف، وقيل إن هذا من باب دفع البلاء والنقمة، فالمرء لكي يدفع البلاء عن أعضاء جسده فإنه يتصدق عن كل سلامة من جسده صدقة، فتكون سببا في دفع البلاء عنها، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. قال بعض أهل العلم مرهون أي سلامة المولود، فمن ولد له مولود فمن باب الفأل بسلامته ومن باب دفع البلاء عنه فإنه يذبح عنه هذه العقيقة التي تذبح عنه يوم سابعه أو رابع عشر أو في اليوم الواحد والعشرين من صدقته. وهنا أمثلة لبعض الصدقات، والصدقات كثيرة جدا، وقد جمع بعض أهل العلم أنواع هذه الصدقات في جزء مفرد. نعم.